إذن أهلا بكم بفيديو جديد. موضوع الفيديو هو PHP Exceptions. فإذا لنبدأ الشرح، بداية يجب أن يكون لديك ملف PHP كما هو موجود هنا، وأنا كتبت مثلا هاي يجب أن تظهر لي في المتصفح، وهذا دليل أن كل شيء بالنسبة لي يعمل، وأنت كذلك يجب أن يعمل الملف الخاص بك، وأنت أكيد تعرف كيف القيام بذلك. فإذا لنبدأ بتعلم موضوع الـ Exceptions. فإذا أحيانا نكتب مثلا كود معين للقيام بوظيفة معينة، فمثلا نكتب هنا، نكتب مثلا function، مثلا نقول اسمه مثلا convert to integer، ووظيفة هذا الفانكشن أنه يأخذ مثلا string معين ويحوله لانتجر، جيد، أو رقم معين ويحوله لانتجر. فمثلا يأخذ هكذا 5 ويحولها إلى 5 انتجر، أو يأخذ مثلا 3 هكذا 2 مثلا ويحولها لانتجر. فكيف ذلك؟ فبكل بساطة هذا سيأخذ السترينج من هنا، وهذا السترينج سيقوم بتحويله لانتجر من خلال return بهذه الطريقة. يمكن أن نكتب init بهذا الشكل، عفوا ليس init، integer عفوا، وstring. بعدين هذا يحوله لانتجر لهذا السترينج بطريقة جدا 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 سهلة. طيب كيف يمكن أن نستخدم هذا الفانكشن؟ إذن بكل بساطة يمكن مثلا أن يكون لي value معينة، مثلا دعونا نقول string 5 بهذا الشكل، وأكتب مثلا echo، أو مثلا قبل الإيكو يمكن أن أكتب number ويساوي convert to integer، أستخدم الفانكشن وهنا أكتب value وهنا أكتب echo للنمبر. سهل جدا، بسيط جدا. تالي هنا يفترض أن يكتب لي 5، جيد. حتى أتأكد ما هو نوعها فيمكن أن أكتب هنا مثلا، أكتب هكذا result بهذا الشكل، وهنا أكتب result type، وهنا أكتب get type بهذا الشكل وأضع هنا. فإذا الآن إذا عرضنا النتيجة هكذا، فهنا لاحظوا 5 result type integer، يمكن أن نكتب هكذا echo، نضع break line بينها ولنرى مرة أخرى، لاحظوا result 5 والresult type integer، فعلا ممتاز جدا. طيب ماذا لو كتبت مثلا هنا 5.3 فلنرى النتيجة؟ فإذا لاحظوا أيضا 5 و type integer. لو كتبت مثلا هنا 10.3 وهنا مجددا الجواب 10. طيب ماذا لو كتبت مثلا 10.9 مثلا؟ ما الجواب؟ 10، أيضا 10. يعني سهل جدا، موضوع سهل جدا، لا يوجد فيه أي إشكال على الإطلاق، لكن شيء بسيط كهذا يمكن أن يتحول لكارثة. لو أنا كتبت مثلا هنا بدلا من 10 كتبت هاي، إذن الآن النتيجة لاحظوا 0. لكن كيف 0؟ يعني هاي ليست string أصلا، كيف هي 0 أصلا؟ طيب ماذا لو كتبت مثلا الفاليو هنا true 1؟ لاحظوا فهو يحول هذه الأشياء 0 1. طبعا أنا لماذا قلت كارثة؟ لا يوجد خطأ على ما يبدو، كما نظرنا لا يوجد خطأ، لكن الكارثة هي في الحسابات، عندما تقوم بالحساب هاي ليست 0 فعليا، true ليست 1. إذا كنت أنا أقوم بعمليات حسابية خاصة بموضوع متجر إلكتروني أو أسعار أو كذا، هلو ليست كذلك، true or false ليست 1 و0 بالنسبة لذلك الاستخدام، بالتالي هنالك كارثة بالأرقام. فالشيء الذي يمكن أن أقوم به أنا فعليا هنا أنني أتأكد أصلا إذا كان هذا string هو number فعليا، يعني رقم فعلي. فكيف ذلك؟ فبكل بساطة يمكن أن أكتب هنا if statement، أسأل إذا كان هذا ليس رقم is not numeric، وأقوم بإدخال string هكذا، وهنا أكتب return not number، يمكن أن أكتب بهذه الطريقة مبدئيا ولنرى النتيجة. فإذا لاحظوا result no number أو not number وresult type string، هذا شيء جيد فعليا، لكن الأفضل حتى مثلا أنا ربما أنا أخذ هذا الرقم وأقوم بعمليات حسابية بعده، فما زلت أتعامل مع string. يعني مثلا لو أخذت هذا الرقم وهذه الresult، عفوا دعوني أكتب مرة ثانية
أضع break هنا، وهنا مثلا أكتب result plus 1 مثلا، وهنا أيضا أجمع، أنا أعتبر هذا رقم وبالتالي أجمع له 1 بهذا الشكل. فمرة أخرى لاحظوا هنالك خطأ يقول لي string plus init، كيف ذلك؟ كيف تقومين بذلك؟ لا يمكن ذلك. فلاحظوا هنا حصل خطأ في هذه الحالة، وأنا أعتبر هذا رقم. فالطريقة لهذا الموضوع أو لحل هذا الموضوع هي التالي، هو أنني عندما يحدث الشيء الذي لا أريده فعليا، فورا يمكن أنا أن أستحدث خطأ وأن أرسل خطأ. يعني أنا أقول بدلا أن أنتظر أن تحدث هذا الخطأ الذي حدث معي هنا، بدل الانتظار أنا أرسله بنفسي. فمباشرة إذا كان هذا ليس string، لا أقوم بريتيرن أصلا، مباشرة أرسل خطأ من خلال كلمة throw، يعني إرسال، أرسل استثناء new exception أو إرسال خطأ. بمعنى ال exception هو class، new exception كأنني أنا أقول ماذا؟ أقول أن هذا instance أو object من هذا الكلاس، وهنا أقوم بإدخال المسج توضيحية ما الشيء الذي حصل. فسأكتب the value أو the provided value is not هكذا number أو a number بهذا الشكل. فأنا أرسلت exception، سأقوم بمسح الريتيرن هذا، فمباشرة إذا حدث ذلك سيحدث exception. فإذا لنرى النتيجة مرة أخرى، لاحظوا ظهر الاكسبشن بهذه الطريقة، وهذا الاكسبشن سيقول أن هذا الاكسبشن لم يتم التقاطه. ماذا يعني لم يتم التقاطه؟ يعني لم يتم إظهاره بالطريقة اللطيفة. فنحن يجب أن نتعامل مع الأخطاء بطريقة لطيفة، بدلا أن يظهر لنا الخطأ بهذا الشكل المرعب، يمكن أن نظهره بطريقة لطيفة. كيف ذلك؟ لاحظوا معي، عندما أنا أقوم بإضافة الفاليو هنا، يمكن أن أضعها بكلمة try أو block، يعني ليست كلمة، كل هذا أضعه بداخل try، وهنا أكتب catch، وهنا أكتب exception، وهنا أكتب مثلا error أو أي شيء، ويتم تطبيق هذا. لكن إذا حدث خطأ ما أثناء التطبيق، أنا سألتقط هذا الخطأ وسأقوم بطباعتي على الشاشة بطريقة جميلة وأكتب error، وثم رسالة هذا الايرور من خلال get message. فإذا الآن لنرى النتيجة، إذا قمت أنا بالتحديث لاحظوا ظهر بطريقة أفضل the provided value is not. لاحظوا لطيف جدا، طريقة جدا لطيفة بعرض الأخطاء بدلا من عرضها بشكل مرعب ومخيف. طبعا هذا شيء مبسط جدا، لكن إذا كان مثلا الشخص مثلا زود معلومة خاطئة المستخدم النهائي، يمكن أن نعرض له رسالة هذه الخطأ بطريقة جميلة، مثلا باللون الأحمر، تظهر بمكان معين بالبرنامج بشكل جدا يعني جميل، بدلا أن يظهر له خطأ هكذا فجأة. جيد، فيمكن أن نقوم ب يعني تدرب أكثر على هذا الموضوع، فمثلا نكتب أشياء أخرى. مثلا هنا هذا أنا حولته لي integer. جيد، يمكن مثلا أن أضيف function هنا آخر، هذا function اسمه divide by value مثلا، وهنا يتم إدخال هذه ال value، وهنا مثلا سأكتب return، سأعيد ال مثلا، أو مثلا هذا يتم تزويد number معين و value، وهنا سأقوم ب return ال number تقسيم هذه ال value. بكل بساطة هنا في برنامجي هذا الجميل سأكمل أنا العملية للعملية التي بعدها بهذا الشكل، سأضع سطر كأنني أضع سطر، وهنا سأكتب new result مثلا، والتي ستكون divide by value، وسأكتب الرقم مثلا 20 تقسيم 5 مثلا، وسأقوم بعرض النتيجة بهذا الشكل. إذن هنا الريزلت ستكون هي new result، وهذا لا أحتاجها بهذا الشكل. طبعا يمكن أن أقوم بإضافة value أخرى هنا مثلا 80 بهذا الشكل، ولنرى حتى نتجاوز هذا الخطأ. فإذا تحديث، فإذا لاحظوا هذه الريزلت الأولى، هنا لدينا الريزلت الثانية 4. فهكذا فقط أضفت break هكذا. فإذا لاحظوا الريزلت الثانية هي 4 التي هي ناتج 20 تقسيم 5. طيب ماذا لو كتبت مثلا 20 تقسيم 0، أدخل المستخدم 0 هنا،
فالتحديث مجددا، لاحظ هنالك خطأ، الخطأ هو division by zero error. فكيف يمكن أيضا أن أتلافى هذا الخطأ؟ وممكن شخص أن يدخل زيرو، يعني ما المشكلة أن لا يدخل شخص مع زيرو؟ ممكن، لما لا؟ فأنا سألتقط هذا الخطأ بطريقة لطيفة، والطريقة اللطيفة هي نفس هذه الطريقة هنا، وبسيطة جدا، سأكتب if الفال تساوي زيرو، فأنا أيضا سأرسل خطأ جميل هنا، وهذا الخطأ سيكون you can not divide by zero. بسيط جدا. إذا لنرى مباشرة سيلتقط هذا الخطأ، لاحظوا you cannot divide by zero، لا يمكنك التقسيم على زيرو، سهل جدا. فإذا لاحظوا أنا أضيف exceptions في أي مكان من البرنامج وألتقطه في مكان واحد، فبدلا من كل مرة، يعني يمكن مثلا ماذا أن نفعل؟ يمكن بدلا من الإكسبشن أن نكتب هنا return مثلا هكذا return error، ونضيف الرسالة في الإيرور بهذا الشكل. وهنا عندما نأتي لتطبيق هذا، هنا يمكن أن نكتب هكذا if الريزلت التي جاءتنا فيها إيرور، إذا كان الإيرور موجود ثم اطبع رسالة هذا الإيرور. يمكن أن أكتب بهذه الطريقة، لكن هذا شيء فعلا، يعني هذا الشيء يمكن أن تقوم به كبداية لك، لكن الآن يجب أن تستخدم الإكسبشن لأنها جدا مريحة بالاستخدام. بدلا أن تعيد أخطاء، ماذا تعمل؟ يعني تحدث الخطأ عن عمد باستخدام throw new exceptions أو new exception، وتضيف الرسالة هنا. يمكن أن تحصل على الرسالة من خلال get message. طبعا هذا catch exception، هذه الايرور هي instance من الاكسبشن الذي حدث، الذي هو فعلا هذا نفسه، عفوا هذا نفسه هو الايرور، وبالتالي هذا مجرد تسمية. يعني يمكن أن تكتب اي هنا فقط، اي يعني يمكن أن تكتب أي شيء مثلا هكذا. لاحظوا ما الشيء الذي أنا كتبته، هذا الشيء الغريب يمكن أن تكتبه هنا أيضا وسيعمل، لا مشكلة بذلك، سيعمل، لاحظوا سيعمل عادي جدا. هذا الاسم ليس له معنى، يعني أنه مجرد اسم تسمية سريعة لهذا الموضوع. عادة بالبرامج يسمونه اي او ايرور، يعني اي او ايرور او هكذا، يعني كل مبرمج حسب الشيء الذي هو يحب او يعني يفضل. سأعطيكم مثال آخر عن تراي وكاتش، وهذا المثال فعلا يعني أنا استخدمته في تطبيق حقيقي وليس موضوع يعني فقط تعليمي. بكل بساطة أنا أحصل على قيمة معينة من الشخص، لنفترض أنها اليوزر نيم، فإذا سأكتب provided user name، وهذا هي أحصل عليه من مثلا من المستخدم، فإذا علي المستخدم يكتب علي ولست أنا، فإذا هو أدخل على سبيل المثال علي، فأنا أريد التحقق من هذه القيمة ب is valid، يعني هل هذه القيمة صحيحة؟ هل هذه هي جيدة؟ أنا وضعت مثلا شروط للقيمة، القيمة إذا كانت valid هذه القيمة. الشروط هي كالتالي، أول شرط أنا لا أريدها، فإذا هي required، وبالتالي لا أريدها empty. فأول شرط كتبت أن لا أريد الval هذه تكون empty. إذا كانت empty فأنا سأعيد خطأ، هذا الخطأ أن username is required. جيد. الشرط الثاني يجب أن يكون أعلى عدد المحارف أعلى من ثلاثة، يعني ثلاثة يعني يساوي أعلى أو يساوي أو لا يجب أن يكون أقل من ثلاثة بمعنى. وكتبت هذا الشيء، كتبت أن if string length الخاص بالفال أقل من ثلاثة فأنا أيضا سأعيد error. مثلا ما هو الايرور؟ مثلا اليوزر نيم لن must be او must contain او يوزر نيم must contain 3 characters at least، يعني اقل شيء ثلاث محاولات. فممتاز، هذا الشيء الذي انا كتبته بشكل بسيط جدا. غير ذلك ساعيد انا true هو valid اذا لم يطبق عليه هذا الشرط، لم يطبق عليه هذا الشرط، يعني هو يوزر نيم valid. فإذا أنا أردت مثلا الآن تطبيق الـ result is valid للـ provided username وقمت بـ echo للـ result، فما الشيء الذي سيحدث هنا؟ لاحظوا username is required، فـ
is required if not empty، لأنني كتبت if not empty، يفترض هنا if empty، عفوا هذا الشرط كتبته خطأ. فإذا لاحظوا كتب لي واحد، واحد ماذا؟ true، لأنه تطبق عليه كل هذه الشروط. لكن لو أنا كتبت مثلا علي هنا لوحدها، لاحظوا سيقول لي is required. وإذا كتبت مثلا فقط محرفين هنا، فإذا الشيء الذي سيكتبه ثلاثة محارف على الأقل. وبالتالي هنا لو أضفت أنا محرف زائد فسيقول لي واحد، يعني is valid. طيب هذا الشيء جيد ممتاز، لكن عندما يصبح البرنامج كبير أنا أقوم بالتحقق من أكثر من value، وكل مرة أنا سأقوم بالتحقق إذا كانت هذه string أو كان هنالك error فافعل هذا. لا 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 داعي لهذه القصة كلها. فبكل بساطة إذا لم يكن هذا valid سأقوم بإرسال exception مباشرة بدون أن أتعب أبدا، سأكتب username is required، وهنا أيضا سأقوم بأخذ نفس هذه الرسالة وضع هنا وفقط، وفي الأعلى سأقوم بأخذ try وcatch، وهذه الcatch ستأخذ exception، دعونا نسميه تسمية أخرى الآن، وهنا سنكتب echo error get message. والتراي طبعا ما هي التراي؟ التراي يجب أن تكون an is valid وايكو للريزلت. وبالتالي هنا تحديث، فإذا تحديث لاحظوا كتب واحد لا مشكلة بذلك، لكن لو كتبت أنا هنا خطأ مثلا empty بهذا الشكل، لاحظوا يوزر نيم is required أعاد لي نفس هذه الرسالة، وإذا كتبت لاحظوا نفس الشيء السابق، يعني أنا فعليا سأكتب الآن 2 character فقط، فإذا لنرى، فإذا لاحظوا فهو الفكرة نفس الفكرة السابقة، لكن هذا الكود أفضل من حيث الكتابة، لأن بكل بساطة أنا أحصل يتوقف البرنامج، هذا ليس valid، فعليا يتم إرسال خطأ مباشرة وألتقط هذا الخطأ وأتعامل معه. فإذا هذا بالنسبة لي try و catch وكيفية استخدامها بي بي اتش بي. إذا اكتفيت لهذا الموضوع، اكتفيت بالمعرفة حول هذا الموضوع، جيد جدا، أنت عرفت الأساسيات. إذا أردت أن تعرف المزيد فاستمر بمتابعة هذا الفيديو. طيب يمكن بعد أن أنتهي من تحقق من هذا الشخص وحدث خطأ ما هو الشيء الذي أريد أن أنفذه بعد ذلك؟ بمعنى بعد أن أتحقق منه كان هنالك خطأ أو لم يكن، ما هو الشيء الذي أريد فعليا أن أنفذه بالنهاية بعد كل هذه العملية، بعد عملية التحقق سواء نجحت سواء فشلت، أريد أن أقوم بإضافة شيء معين، ربما أريد أن أضيف ذلك للسجلات الخاصة بي، يعني أريد أن أقول أن هذا تم دخل شخص ما وأدخل معلومات خاطئة، أو قام يعني شخص بالدخول وأدخل معلومات صحيحة، أريد إضافة هذا الشيء للسجلات أو لللوجز. فيمكن هنا أن أستخدم عبارة finally، وهذه finally يمكن أن أكتب فيها أي شيء. فمثلا هنا لو كتبت مثلا echo we are here again مثلا، وفقط أريد أن أوضح لكم أين سيتم تنفيذ هذه finally. لاحظوا هناك خطأ الآن، لكن finally أيضا تم تطبيقها. إذا أردنا أن نرى ذلك فعليا، حتى سأقوم بإضافة break هنا، ولاحظوا أن finally تم تنفيذها بالرغم من وجود خطأ. طيب حتى لو لم يكن هناك خطأ، مثلا هنا الاسم طويل، فمرة أخرى أيضا سيتم تنفيذ finally. فإذا finally يتم تنفيذها بأي حال، يعني أنت تقوم بتجربة إنشاء شيء معين، تلتقط خطأ إذا كان موجود، إذا لم يكن موجود لا تلتقط شيء، لكن بالنهاية ماذا تفعل؟ تكتب we are here again مثلا. في الوضع الطبيعي ما هو الشيء الذي يمكن أن تقوم به؟ يمكن أن تكتب نتائج مثلا، تكتب هكذا، تقوم بإضافة البيانات مثلا لللوجز، إذا ملف logs.txt، وتكتب مثلا فيه new entry مثلا بهذا الشكل. فإذا الآن لو قم بالتنفيذ بهذا الشكل، وإذا شاهدت الملفات لدي ملف اسمه logs، وإذا قمت بعرض logs لاحظوا فيه new entry، فأنا بالنهاية قمت
إضافة سجلي الشيء الذي حدث. جيد، هذا شيء ممكن أن يكون في حالة مثلا تسجيل الدخول الفاشل أو الناجح، نريد أن نعرف ما الشيء الذي حصل. أنا فقط أعرض مثال، وليس بالضرورة أن يكون مثال نفسه مطبق، لكن هي فكرة، مجرد فكرة. المعلومة الأخيرة التي أريد أن أقولها أن هنا أنا كتبت exception، كلمة exception هي كلمة عامة يعني للخطأ العام. بي بي اتش بي يوجد تحديد احيانا للاخطاء التي يمكن ان تحصل، فمثلا يوجد لديك مثلا خطا متعلق باللوجيك، فاذا اسمه لوجيك اكسبشن او استثناء بمعنى متعلق باللوجيك. لوجيك تقوم بدلا ان تكتب ثرو نيو اكسبشن تكتب ماذا؟ تكتب نفسه، لكن بدلا من اكسبشن هذا تكتب لوجيك اكسبشن، وهذا تحدد فعليا ما هو نوع الخطأ الذي حصل معك فعليا بدلا أن تضيف خطأ عام أو يعني تحدث خطأ عام. يمكن مثلا هنالك أخطاء كثيرة، مثلا هنالك شيء اسمه length exception بي بي اتش بي، هنالك runtime exception، هنالك invalid argument exception، يعني هنالك الكثير من الاكسبشن، domain exception، كل واحدة منها يعني تستخدم بسياق معين. لكن الشيء الذي أريدك أن تعرفه أن لا داعي أن تعرف كل شيء موجود في العالم، فإذا فقط قم بإرسال مبدئيا general exception الذي هو الاكسبشن الذي تعلمناه في هذا الدرس. هذا الشيء كافي فعليا للاستخدام ولكتابة تطبيقات جيدة. فإذا أما تخصيص الإكسبشن يمكن أن يكون مرحلة قادمة بالنسبة لك، أن تتعلم عن الأنواع المختلفة وتقوم بإرسالها، بإرسال هذه الأخطاء أو بإحداثها والتعامل معها مرة أخرى بشكل لطيف، بدلا أن يظهر لنا خطأ بي اتش بي مرعب فجأة على الشاشة، أن تتعامل مع الخطأ بطريقة لطيفة. فإذا الإكسبشن يمكن أن تكون مفيدة جدا بالاستخدام وتسهل عليك كثير من الأمور، فعندما تتوقع أن سيحدث خطأ معين بدلا أن تنتظر أن يحدث يمكنك أن ترسل هذا الخطأ وثم تلتقطه بمكان معين من البرنامج وتظهره بطريقة جمالية. هذا فقط، أتمنى أنكم استفدتم من هذا الفيديو، ومع السلامة.